المعابر مفتوحه. بين الجزائر لا، كل حتى في وقت الكوفيد المعابر لم تغلق تجاريا، لان الان نتكلم على زوج ثم خمسه سبعه، جزء كبير تم خلال المعابر. وشركه لوجيسترونس هي مشكوره، هي اللي كانت تقود هذه عمليه التصدير عن طريق معابر. في معبر الدبدب ان شاء الله، احنا من الجانب الجزائري الحمد لله رانا واجدين فيه. من الجانب الليبي ان شاء الله احنا تحدثنا معهم، ان شاء الله عن قريب ان شاء الله سيفتح المعبر الوحيد المقفل هو الدبدب، وان شاء الله سيفتح عن قريب، وهكذا تصبح تجاره البينيه الجزائريه الليبيه تتم عن طريقها. اما المعابر الاخرى كلها تشتغل سواء مع موريتانيا او مالي او النيجر او تونس، يعني ما فيش اشكال، عمره لما كان فيه اشكال.